سلطان ماشي منطقة، ماشي مدينة، ماشي قبيلة، هو كل المغرب مجموع في درب السلطان. في هذه الفترة من العشرينات حتى الخمسينات كل الثقافات ديال كل المناطق دخلت لدرب السلطان، فخلقت لنا واحد الثقافة جديدة مميزة. هذا هو درب السلطان. لذلك ما يمكن لهذا التمازج إلا يخلق لنا ثقافة وفي جميع المجالات. لذلك نجد الأسماء كثيرة، أسماء في الرياضة بزاف، كثير بزاف، أسماء في الفن، أسماء في المسرح، في أسماء في كل المجالات، في المقاومة. المقاومة إلى نهضروا على بعض الرموز، مثلا عندما نتحدث عن درب السلطان في المقاومة كما قلت في السابق، أسماء كبيرة جدا، الزرقطوني، عبد السلام بن نادي، حميدو الوطني، إبراهيم الروداني، توريا الشاوي، كل شيء هذه الأسماء عندها حضور في درب السلطان. عندما نتحدث عن الجانب الفني، الفرق المسرحية، الفرق المسرحية تأسست طبيعة الحال إلى جانب مناطق أخرى في الدار البيضاء في المدينة في الحي المحمدي، تأسست فرق مسرحية منذ الأربعينيات في درب السلطان. هذه الفرق المسرحية هي اللي غتعطينا أسماء كبيرة فيما بعد. أسماء ديال درب السلطان، ما نساوش البداوي، البداوي مرتبط بدرب السلطان، الإخوان البداوي مرتبطين بدرب السلطان، هذا حضور قوي للجانب الفني. ما نساوش الداسوكين، ما نساوش الزعري، هذو كلهم أبناء درب السلطان. ما نساوش عبد القادر مطاع، ما نساوش توريا جبران، كتار يعني كتار بزاف. في الجانب الموسيقي العالمي، الحياني، أسماء كثيرة جدا، يعني أسماء كثيرة، صلاح الدين بن موسى، صلاح الدين بن موسى ابن كذلك درب السلطان. يعني إلا بغينا نتحدث عن الأسماء فهي أسماء وأسماء كثيرة جدا. عندما ننتقل إلى الجانب الرياضي، أرغب نبدأ بالحاج مبارك العربي، مبارك المشهور في العالم، فهو مرتبط كذلك عاش في درب السلطان واحد مدة طويلة، إذا مرتبط كذلك الاسم ديالو بدرب السلطان. هاد الأسماء غتعطينا أسماء أخرى اللي هي اللي غتبان خلال الستينات والسبعينات، هذه كلها ورثات هاد الثقل من جابته من ذاك التاريخ اللي كندوي على الظلميم، اللي كندوي على بيتشو بطبيعة الحال الرمز ديال درب السلطان في كرة القدم، من اللي كندوي مجموعة الأسماء كثيرة راها ورثاتها الثقل من أسماء لامعة، راها أسماء اللي غتأسس الرجاء بحال الناوي، بحال هادو أسماء كثيرة ظهرت في ميدان كرة القدم يبان فترة الحماية، وهي اللي غتعطي ذاك الامتداد فيما بعد الفترة ديال الاستقلال. المثقفين كاينين كثار، مثقفين ديال درب السلطان، ما نساوش مصطفى العماري المؤسس ديال الدرس الفلسفي في المغرب، فهو ابن درب السلطان. ما نساوش الاخ ديالو اللي كان مشهور في الرجاء بتي عمر، لاعب ما نساوش بنيني كذلك، هذو كلهم ولاد درب السلطان. اذا اسماء كثيره، يعني من الصعب تحصي الاسماء ديال الفنانه والاسماء ديال الرياضيين والاسماء ديال الادباء والاسماء ديال المقاومين، من الصعب ان الانسان يحصيهم. فبدرب السلطان كانوا فيه ماشي عشرات المقاومين، كانوا المئات، وماشي غير عاديين، رموز. هاد المئات كلهم ديال المقاومين هما رموز، كانوا عايشين كلهم في درب السلطان. وكذلك في الرياضة، راه ما يمكنش نقولوا كاين العشرات، راه المئات ديال الرياضيين، وماشي غير في كرة القدم، مجموعة ديال الرياضات، مجموعة. ما ننساوش القرش ديال الدراجات، نعم، هو ابن درب السلطان. كاين أسماء وأسماء كثيرة جدا، كثيرة بزاف، وبالمئات، يعني ماشي بالعشرات، بالمئات، خصوصا في الميادين ديال المقاومة وديال الرياضة وديال الفن. الأسماء كثيرة، يصعب أنني نذكر الأسماء ديال جميع اللي كانوا شعلة حقيقة، كل أسماء كانت شعلة ومؤسسين كبار. ما نساوش كذلك في المسرح التسولي،
اللي باقي لحد الان كان عنده عطاء اللي كاين تبدا على واحد اكثر من 60 70 سنه وكيعطي تقريبا واحد 70 سنه غادي يوصل دابا في الميدان المسرحي. يعني كاين اسماء كثيره بزاف.